2000 الاكسبوزيسيون الاولى ديالي اللي كنت درت هي في رياض سلام. من بعد رياض سلام درت بزاف ديال لي زيكسبوزيسيون اخرين بحال تايتي، بحال دي ريستورون كبار في الدار البيضاء، وبقيت غادي الخدمه ديالي بشويه بشويه. الان كاين لا غالري اللي تحلات في 2012 فيها لي زيكسبوزيسيون، كاين بزاف ديال لي زارتيست يجيو يديروا لي زيكسبوزيسيون ديالهم تا هما. عاونتهم بزاف، عاونت لي جون زارتيست اللي عايشين في بعيد على الدار البيضاء، الكابيتال ايكونوميك هي اللي فيها كل شيء تقريبا، في الناس يتعرفوا. كاين بزاف ديال الشباب اللي جاوا حطوا اللوحات ديالهم عندي في لاكالغي وتبعوا اللوحات ديالهم. بطبيعه الحال الفن ما سهلش لهاد الشباب اللي تتخرج ولا اوتوديداكت باش يجي ويدير لي زيكسبوزيسيون ديالو ولا يبيع اللوحات ديالو، حاجه ما سهلاش. لحقاش ما كاينش الامكانيات لهاد الشباب باش يشري لاطوال ديالو، يشري الصبغه ويديبلاصا باش يدير اكسبوزيسيون. لا ديبلاصا تخصو ولا بد يكون عنده فلوس في جيبو، فين غادي ينعس باش يتصل بالناس باش يتعرف مع الناس، وهذا هذه حاجه صعيبه عليهم. هاد الشباب اللي تيتخرج من لي زيكول دو دار سواء ديال تطوان ولا ديال الدار البيضاء، عدد منهم تخرجوا وما داروا والو في الحياه ديالهم. وعلاش؟ هاد الشيء اللي بغينا نعرفوا، وعلاش ما قدوش يكملوا في الفن ديالهم. احنا نعاود نرجعوا للامكانيات، هاد الشباب ما عندوش الامكانيات باش يشري صباغه ويشري لاطوال ويخدم ويدي بلاصه ويتعرف مع ناس ويتعرف مع لي زاسوسياسيون باش يدير دي زيكسبوزيسيون. صعيب بزاف بزاف بزاف. دونك شكون اللي تيدير لي زيكسبوزيسيون؟ لي زيكسبوزيسيون نقول انايا تقريبا شي 80 حتى انا نقول كاع 90%، ما كاين غير لي زارتيست اللي تخرجوا في لي زاني 1930 1940 1950 1960 حتى ال 80 90 نقولوا، هما اللي تيمكن يديروا لي زيكسبوزيسيون في لي غراند غالري وفي الخارج. شكون هاد المغاربه ولا هاد الارتيست اللي غادي تخرج ويمكن له يدير اون اكسبوزيسيون في اون غراند غالري ولا يمشي يدير اون اكسبوزيسيون في الخارج؟ امبوسيبل، سا كوت تري شير. دونك هاد لا غالري منين حليناها في 2012 بزاف ديال الشباب اللي جاو من جميع المدن ديال المغرب واللي ما كانش يمكن له يديبلاصا كانوا تيصيفطوا لي اللوحات ديالهم، سواء مع الكار سواء مع شي واحد اللي جاي للدار البيضاء، وكنت تنحط اللوحات ديالهم في لا غالري. وكاين بعض اللوحات اللي تباعوا واللي عايش في الدار البيضاء كانوا تيدوزوا تيحطوا لوحه ولا جوج لوحات. دونك انا تنقول هاد لي زارتيست ماروكان صعيب عليهم بزاف 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 باش ينجحوا في البلاد ديالنا، لحقاش تحد ما تيعاونوا. بزاف منهم تياخذوا اللوحات ديالهم تنشوفهم تيتساراو في الزناقي، يدخلوا للقهاوي ولا يدخلوا لي ماغازان باش يبيعوا اللوحات ديالهم. وبأين ثمن اللوحه تبيعوها ب 150 درهم ب 200 درهم، بعد خسرات حتى 100 درهم، تيقول لك عطيني غير 100 درهم باش نديباني راسي،
واش هذا هو الفن؟ ماشي هو هذا الفن. لي زارتيست نو سون با انكادري، لانكادرمون ديالهم ما كاينش. لي زارتيست كلهم اللي تخرجوا ما عندهمش كلهم لا كارت دارتيست. دونك هاد القضية خصنا نشوفوها، وعلاش هاد لي زارتيست كلهم اللي تخرجوا من لي زيكول دار ils sont perdus dans la nature. زعما تيخرجوا بالدبلوم ديالهم ولكن ضايعين، خصهم يتبروا روسهم بوحدهم. لحقاش لاخ ما غادي يديرش ان سي في، ماشي غادي يمشي يخدم في شركه. ايوا لاختيست خصو بعدا يدير دي زيكسبوزيسيون، لا ما دارش لي زيكسبوزيسيون والصحافه ما كتباتش عليه وهو ما تعرفش ويصوب لو دوسيي ديالو كومبلي، عادي يصيفطو لو مينيسير دو لا كولتور باش يطلب لا كارت دارتيست ديالو. لا ما كانش عنده ان دوسي كومبلي ما يقدرش ياخذ لا كارت دارتيست ديالو. سي الامكانيات ما عندهمش باش يديروا لي زيكسبوزيسيون، الامكانيات ما عندهمش باش يديبلاصاو من المدن الاخرى باش يقلبوا على لي زيكسبوزيسيون. فين يديروهم ديبلاسمون ديالو باللوحات ديالو؟ اي مدينه في المغرب حتى للدار البيضاء باش يديروا لي اكسبوزيسيون في كوليكتيف ما تيمكنلوش يديبلاصا. اللي تيكونوا في لي زيكسبوزيسيون كوليكتيف راه هما دائما هما اللي تيكونوا اللي ساكنين في الدار البيضاء ولا اقرب مدن في الدار البيضاء اللي تيمكن لهم يديبلاصاو. لو كورونا منين بدا لو كونفينمون في مارس وهو مازال الان لو كورونا كاين، كل شيء كان سد عليه في الدار. اللي ما خدمش في دارو هاد اللوحات وهاد الشيء ديال الفن وهداك الشيء كله، كاين واحد الكوتي بسيكولوجيك، كاين الناس اللي ما قدروش يخدموا ما عندوش الامكانيات. احنا نعاود نرجعوا الامكانيات، ما عندوش ما باع حتى لوحه قبل من الكونفينمون. منين جا لو كونفينمون ما عندوش الفلوس باش يشري اللوحه ديالو والصباغه ولي بانسو باش يخدم اللوحات، بقى جالس في الدار. دونك لو كوتي بسيكولوجيك ديال هاد لي زارتيست اللي هما ما عندهمش الامكانيات قبل من الكونفينمون، ولكن منين جا الكونفينمون تقتلو، ما بقاوش خدو يخدمو. شكون اللي بقى خدام في الكونفينمون؟ الناس اللي عندهم الامكانيات، وهما الناس اللي معروفين في السوق، وهما اللي خدموا، وهما اللي داروا لي زيكسبوزيسيون ابري كونفينمون. ولكن الاخرين مشاو ديسباغو. كيسيون دو مويان. Pendant le confinement, le côté psychologique de l'insan, déjà le côté psychologique avec le Covid, rib, l'envie de l'khidmat, de l'fannan. Donc, il n'y a pas de c'est d'aller dans la maison. دونك ما بقى لا فن لا والو. اش بقى كوتي بسيكولوجيك ما كاينش. بور تيرميني سيت ديسكوسيون جيسبر دو تو كور كون بويس سو سورتير دو سيت بانديمي دو كوفيد 19 اي كو توت اكتيفيتي بويس ريبروندر سون شومان et qu'on puisse tous reprendre le sourire. Merci à vous.